بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية يا شباب. الصوت وصل عندكم أكيد؟ وصلني أنا. طيب تمام، بسم الله. معناته المحاضرة الماضية حكينا على الجدران، حكينا عن البيلدينج انفلوب، حكينا عن المباني الخضراء، حكينا عن مشاكل العزل وطرق العزل الصحيحة نوعا ما. اليوم بدنا نحول الكلام النظري هذا لأرقام، بهدف إن نعرف فعليا كم مقدار الحرارة اللي بيفقدها المبنى خلال فصل الشتاء، وكم مقدار الحرارة اللي بيكسبها المبنى خلال فصل الصيف. بالشتاء الحرارة اللي بيفقدها المبنى بنحاول نعوض له إياها، وبالصيف الحرارة اللي بيكتسبها المبنى بنحاول نطلعها بحيث إنه نحافظ على الثيرمال كومفورت. حكينا الحرارة بتنتقل بالمباني من خلال الكوندكشن، كونفكشن، راديشن، وحكينا ان الكوندكشن بيست على فوريرز لو، بيعتمد على الكوندكتيفيتي تبعت الماتيريال، بيعتمد على تمبريتشر ديفرنس بين الانسايد والاوتسايد، وبيعتمد على السيرفيس اريا. كل ما كان السيرفيس اريا اكبر، والكونفكشن بيعتمد على نيوتنز لو اللي هو بيعتمد على اتش اللي هي الكونفكتيفيتي، كونفكتيف هيت ترانسفير كوفيشنت. حكينا انه اتش بيعتمد على الفيلوسيتي، هل هو لامينار تيربلنت، شو نوع الفلويد، هل هو شو نوع الفلويد، هل هو غاز ولا ليكويد، هاي كلها امور تدخل بعين الاعتبار. والراديشن بطبيعه الحال بيعتمد على الاميسيفيتي، وبيعتمد على السيرفيس اريا، بيعتمد على الابسوليوت تمبريتشر تو ذا باور 4. الان بدنا ناخذ ريال وول عندنا بالاردن، بنرسم انا وياكم. هاي نيو وايت بورد، وهاي عندنا قلم اسود. اوكي طيب، عندنا الوول لايرز اللي حكينا عنها او اللي شفناها بالمخططات المره الماضيه، المحاضره الماضيه. حدا بيذكرني الوول لايرز المستخدمه عندي في عمان في الاسكانات ايش كانت المكونات تبعتها؟ دكتور طوب وحجر، طوب وحجر، وفلسترين، وكونكريت. تمام، يعني إذا أجينا نرسمه، هاي في عندي الحجر، وسمع هاي اللي هو نسميه فيرم ستون. السماكة تبعته من 3 إلى 7 سنتيمتر. حكينا بنبني الحجر اللي هو مدماك ثاني ثالث الرابع على ارتفاع متر، بعدين بيجوا ببنوا وراء. نحكي عن طريقة البناء المعتمدة أو المتعارف عليها، نحكيش حاليا عن الصح والخطأ. الصح والخطأ حكينا عنه يمكن امبارح. وبيجي هون بيبني برضو 4 طوبات وراء بعض، هذا نسميه هولو بريك، طوب مفرغ أو هولو بلوك في ناس بيسموه زي ما بدكم، وهذا بيكون تقريبا 10 سنتيمتر. وبعدين بيجي بحطوا الانسوليشن ماتيريال، وبعدين بيجي بيصب الكونكريت هون. المنطقة تكون كونكريت، فهون بنيجي نحكي عليه هذا كونكريت، نحكي من 10 إلى 15 سنتيمتر. هاي المين لايرز للتيبيكال وولز في عمان. الآن ممكن إنه والله تستغني عن طبقة الحجر هاي والكونكريت هذا، بدل ما تلبسه حجر تعمل له بلاسترينج، تعمل له قصارة. ممكن يكون عندي طوب من الداخل وطوب من الخارج وبينهم كونكريت، ممكن يكون فقط جدار من الطوب وقصارة من الداخل والخارج، لكن هنا احنا بنحكي عن التيبيكال وول لايرز المستخدم. السماكة إذا جينا حسبناها 10 سنتيمتر، الانسوليشن نحكي من 3 إلى 5 سنتيمتر.
نحكي ناخذ الحد الاعلى من 10 و5 15، وعندي كونكريت ناخذ برضه الحد الاعلى 15، نحكي عن 30 سنتيمتر مع الحجر 37 سنتيمتر. وهنا بيجي في عندي من الداخل طبقه بسموها القصاره اللي هي البلاستر، بلاسترينج، عمليه القصاره، لان الطوب تقدر تخليه يعني مش منظر يكون من جوا. فصف عندي الجدار بحدود ال 40 سنتيمتر، اذا خفضت بثيكنس تبعت كل واحده منهم هذول ممكن تنزل ل 30 سنتيمتر. اذا التيبيكال وولز عندي في عمان مينلي او في الاردن مينلي بتكون من 30 ل 40 سنتيمتر. الوول هذا فيه انسوليشن كويس. والان بدنا نحسب مقدار انتقال الحراره من خلال هذا الجدار. وبالشتاء زي ما بتعرفوا يا شباب، هون عندي نعمل هون تورم. بدي اسالك سؤال. تفضل تورم. امبارح انت حكيت عن الحجر، حكيت في حجر اصطناعي بيكون ارخص ونفس الاشي تقريبا، نفس الحجر الطبيعي، نفس شكل الحجر وارخص. نعم. حكيت انه منيح كمان يعني ممتاز. طب ليه حكيت اني انا لسه ما بعرف بالنسبه للديورابيلتي تبعته. انا لسه ما بعرف عن الديورابيلتي تبعته. الحجر العادي هي صار له بيستخدمه الاف السنين، ويمكن يعني لو موجود بالعالم الكل بيستخدمه، لكن يعني احنا الحمد لله بلادنا فيها الحجر، فيها مواد خاصة فيها، مش غلط انه نستخدم المواد الموجودة ببلادنا. تمام. بس انا صدقا يعني اللي بعرفه بحكي عنه، اللي ما بعرفه ما بحكي عنه، ما بعرف مقدار الديورابيلتي تبعته. اليوم الصبح كنا بتفقد لمشروع الطاقة بالجامعة، ومشروع الطاقة بالجامعة يمكن ما حكيت لكم انه كل الاسطح تبعت الجامعة قاعدة تنعزل thermal and water insulation، تنعزل عزل حراري وعزل مائي. اسطح قديمة، وانت لما تيجي تركب الخلايا الشمسية فوقها بدها تقعد 20-25 سنة هاي الخلايا. مش راح تركب الخلايا على اسطح تعبانة، بدك تعزل هاي الاسطح عزل مائي حتى تضمن مش بعد سنة سنتين يصير في عندك water leakage للداخل، وتحكي بدي اعالج هاي المشكلة وتفك هاي الخلايا too late. فمن هسه قاعدين شغالين عليها عزل مائي. وحكينا عشان نخفض برضو فاتورة التدفئة او فاتورة التكييف، او عشان نحسن الثيرمال كومفورت خلينا نعزل بالمرة عزل حراري. في اللايرز رح افرجيكوا ايش اللي قاعد بنعمل جوا الجامعة، افرجيكوا الديزاين والابليكيشن والامبلمنتيشن تبعته. لكن في بعض الاسطح زي مثلا مدرج العمالي، مدرج الحسن، السطح مائل، طريقة العزل التقليدية ما بتصلح، ففي طرق ثانية للعزل. اليوم اطلعنا على مشروع خارج الجامعة، ممكن انه ننقل الفكرة لداخل الجامعة ان شاء الله. هون على فرض عندي الاندور، وهون يا شباب عندي اوت دور. وإذا أجينا لفصل الصيف، لفصل الشتاء آسف، فالهيت قاعدة تنتقل من الداخل للخارج. يعني راح تيجي عند الهيت تنتقل بهذا الشكل. أنا قاعد تنتقل عندي الهيت from inside to outside. على فرض إنه أنا جوا عندي 22، وبرا على فرض انه عندي 0 ديجري سلسيوس. فباجي بسأل حالي، او السؤال اللي لازم انساله لما اجي اعمل ديزاين للهيتنج سيستم، يجي بحكي لي احسب لي مقدار الحرارة اللي بتفقدها من المبنى. باجي بحكي له انا بعرف انه Q مقدار الحرارة، مقدار الهيت فلكس، يساوي الـ U value للوول في الاريا تبعت الوول في T inside minus T outside. مظبوط يا شباب، مرت معكم على الإكويشن؟ مظبوط دكتور. مظبوط. طيب Q إيش اللي نتبعتها يا محمد أبو نحلة؟ Q شو اللي نتبعتها؟ ال Q ال إيش هي بدك دكتور؟ Q شو
Q تساوي U في الأريا في دلتا T. Q إيش اليونت تبعتها؟ وات بير متر أو لا وات بس. ممتاز وات. وات. طيب دلتا T بين إنسايد والأوتسايد يا سند دكتور سند معنا. دكتور معك. Good morning. أهلا. مع سانسا. لا لا. دلتا تي إيش اليونت تبعتها؟ كلفن. كلفن أو سلسيوس تفرق كدلتا؟ لا ما بتفرق لأن حالتي حمتروح. طيب. سند ممتاز. مصحصح. الآن في ناس تيجي تحكي لك دكتور السلسيوس غير الكلفن بدلتا. طيب خلينا واحدة واحدة. إذا جينا حصلنا T inside minus T outside بالسلسيوس كم راح تكون؟ 22 نكتبها هنا يعني 22 دقري سلسيوس minus 0 دقري سلسيوس ويساوي 22 مزبوط؟ مزبوط. لو إجا واحد حكى لا أنا بدي أحسبها بالكلفن شو بده يعمل؟ بده يحول من سلسيوس لكلفن يجي يحكي لي 22 أوكي بده يجي يحكي 22 زائد 273.15 صارت بالكلفن صح هاي ماينس 0 زائد 273.15 وهاي صارت بالكلفن. إذا جينا حسبناهم ال 273 بوزيتيف مع ال 273 نيجاتيف راح يروحوا راح يصفي عندي 22 كلفن. فهي كديفرنس كدلتا هي نفس الفاليو راح تكون عندي فسواء هنا دلتا تي أخذتها بالسلسيوس أو بالكلفن نفس الإشي لأنه الستيب عندك هي نفسها 1 كلفن ستيب نفس 1 سلسيوس ستيب يعني من زيرو سلسيوس ل 1 ديجري سلسيوس مقدار التمبرتشر ديفرنس واحد ومن زيرو ل 1 بالكلفن مقدار الديفرنس واحد. نرجع للمعادلة معناته هنا عندي دلتا تي إما بالكلفن أو بالسلسيوس ماشي خليها كلفن زي ما أنتم متعودين عليها. الأريا إيش اليونت تبعتها يا عون؟ الأريا متر سكوير متر تربيع تمام. معناته لو أنا ما بعرف اليونت تبعت اليو فاليو اليو فاليو اللي هي اليو فاليو أهم إشي قاعدين نحكي عنه بهاي الشابتر اسمه over all heat transfer coefficient تمام over all heat transfer coefficient شو اليونت تبعته؟ بده يكون إشي قاعد بعطيني واحد بالنسبة للفاليوز اللي هاي. فيعني لو حطيت أنا هون بين قوسين أوكي لو حطيت بين قوسين اليونت تبعته أنا مش حافظها ولا بدي أحفظ بس بعد شوي راح تصير يعني لو حطيت هاي اليونت تبعته X X إيش بدها تساوي X هاي اليونت إيش تساوي وات اللي هو هون تقسيم متر سكويرد كلفن. إذن اليو فاليو إيش اليونت تبعته وات لكل متر تربيع كلفن. كلفن طبعا دائما الحرف تبعها كابيتال كي كابيتال الوات برضو كابيتال الام دائما سمول بالمتر. ايش اليونت تبعت الاوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت وات لكل متر تربيع كلفن. اليو فاليو اذا كانت كبيره اذا هاي اليو فاليو يا شباب كانت كبيره عزل معناته أنا موصلية السيرفس اللي عندي السطح اللي عندي الجدار اللي عندي موصليته كبيرة معناته راح تطلع عندي كيو قيمتها كبيرة. معناته إيش انتقال الحرارة فقدي للحرارة من المبنى راح يكون إيش ماله راح يكون كبير فقد الحرارة هذا راح يكون كبير وبالتالي أنا بدي أجي جوا السبيس تبعي هذا نكمل السبيس طبعاً جوا السبيس بدي أجي أعوض فقد الحرارة بدي أحط هيت سورس وهذا الهيت سورس لازم يكون كبير وبالتالي الانرجي كوست اللي بتلزمني راح تكون كبيره عشان اعوض الثيرمال لوسز الكبيره.
عشان أصغر اللي هو الهيتينج سيستم اللي عندي وعشان أقلل الكوست تبعته لازم إيش؟ بدي أقلل الثيرمال لوسز، وعشان أقلل الثيرمال لوسز بدي أقلل مين؟ ترانسفير اليو فاليو، الأوفر أول هيت ترانسفير كوفيشن. هذا من المعلوم من التكييف بالضرورة بيسموه اليو فاليو، بدي أفهمها أفهم كيف تشتغل، زيادة قيمتها إنها بتضر بالنسبة لي، إني أقلل قيمتها بيكون إشي كويس. اليو اليو فاليو يس، الأوفر أول هيت ترانسفير كوفيشنت، اليونت تبعتها، هاي كلها من الأشياء اللي لازم تكون على رأس لساني. يعني إذا مش مسألة والله إنه معلومة بقدر أرجع لمرجع أتذكر إيش اسمه كذا، لا هاي من الأساسيات fundamentals، يعني مش لازم أطلع من الكورس إلا وأنا متقنها. لحد هون في أي سؤال يا شباب؟ وسام، حميدان، لا دكتور كلش واضح. قديش تتوقع اليو فاليو تبعت الجدران؟ رف استيميشن قديش ممكن تتوقع الفاليو سبتها؟ المعطيات المعطينية هم 22 سلسيوس و 0 سلسيوس. هم مش علاقة السلسيوس، هل إلها علاقة بال لا القصد قصد القيم يعني ما بهم قيم موجودة؟ لا والفرق إحنا بنحكي عن يو، يو ليس لها علاقة بالتمبريتشر ديفرنس، يو إلها علاقة بالجدار. مظبوط. صراحة مش عارف. ليث حمدان، سألنا ليث ولا لا؟ معك دكتور. سألناك اليوم يا ليث ولا لا؟ لا اليوم لا. طيب كيف حالك؟ تمام الحمد لله. قديش هيك رف استيميشن كم اليو فاليو تتخيل انها للمباني تقريبا للجدران؟ مش عارف لا رقم معين، بس هي هتكون كبيرة بدون عزل. احنا حطينا عزل يا رجل، ولا انت ما كنتش معنا لما ركبنا؟ مع العزل بدها احنا حاطين انسوليشن. يعني طب هيك تصويت عادي يعني ما فيش فيها اي مشكلة، اعطينا اي فاليو يطلع ببالك. 100 بس بدك تحكي لي اليونت. الله يرضى عليك. اليونت اللي هي وات بير متر سكوير بير دوت كلفن. طيب ممكن احكي انا؟ ممكن احكي انا؟ ممكن. هسه انا فهمتك، انا فهمتك، هسه فهمتك. انا فكرت كنت تحكي عن الحرارة، عن الهيتنج فاليو، عن الكيو. بالنسبة لليو البوليسترين على ما أعتقد 0.025 الـ الكي، الكي الكوندكتيفيتي كوندكتيفيتي. من الأوفر أول نقطة كويسة 0.65 من وين جايب هذا الرقم؟ إيش اللي نتبعته أول شيء؟ وات لكل متر. طيب من وين جبتوا هذا الرقم؟ راح الصوت. طيب انت من محاضرتين حكيتها اتوقع. معقول صرنا عايدين محاضرتين ولسه بتحكونا يا شباب 100. 0.65 صح؟ هذا الرينج، لو حكيت لي واحد حكيت لي نص معناته انت قاعد تحكي بنفس الرينج. 0.3 ممكن. بس لما تيجي تحكي لي 100 يعني 200 ضعف ال 0.5. دكتور اقل من واحد لازم يكون منطقيا. شرط انه يكون اقل من واحد اكيد لا. الآن راح نحسبه، يعني مثلاً جدران كلية الهندسة الله يخلينا إياها تحكي عن 2.5 ل3، إيش فيها insulation؟ هي كونكريت، سوليد كونكريت، ومن بعض الأجزاء فيها حجر وبعض الأجزاء فيها إكسارة، يعني تحكي عن values تقريباً 3. هذا الـ 0.5 زي ميكو حكى هو فعلياً الرقم اللي أنا حكيت لكم إياه شبيه فيه، هو 0.56 وات لكل متر سكوير كل. هذا الرقم الله بعينكم كنت احفظوه يا شباب، لأنه هو الرقم المعتمد بالكود الأردنية لأي جدار. ليش 0.56 مش 0.57 مش 0.55؟ لأنه محاولينه من بريتش يونت، حاولين الرقم من بريتش يونت للإس آي يونت فطلع معهم هذا الرقم. بالبريتش يونت هي بريتش ثيرمال يونت بير سكوير فيت بير فهرنهايت، لما يجوا حولوه طلع 0.56. إذا كان أقل من 0.56 كويس ولا مش كويس؟ أحسن وأحسن.
ممتاز بيكون ممتاز طبعا، كل ما قل عندي الثيرمال انسوليشن بيكون افضل، كل ما قل عندي اليو فاليو اسف بيكون احسن. طيب خلينا نعلم من هيك ممنوع يعني بالكود الاردني كيف يعني انه مثلا بالكود مترخص 100%؟ مش انت بتعمل مخطط، المخطط لازم تحط فيه الوول لايرز، لازم تعمل له رسمه زي هاي المخطط اللي بتوديه على نقابة المهندسين، تحط له شو الوول لايرز اللي بدك تستخدمهم، وبتحكي له بتفرجيه حسبتك للثيرمال كون لليو فاليو. اذا اليو فاليو اللي انت عامل الوول لايرز على اساسها طلعت اكثر من هالقيمه مش راح يختم لك المخطط. تمام، نحكي كأبروفل على الديزاين، لسه ما جيناش لمرحلة اللي هي التنفيذ. بالتنفيذ تصير كوارث، لكن نحكي من مرحلة الديزاين مرحلة الأولى، إذا كانت القيمة أعلى من هيك ما مش راح تأخذ أبروفل على المخطط. يعني الإشي النظري، الإشي النظري نعم. طيب الآن يا شباب بدنا نيجي نحسب اليو فاليو. كيف تحسب اليو فاليو؟ نحسب كي لكل طبقة ناخذ التوتال تاعها. طيب نفرض انه يا شباب عندي هذا الجدار، اوكي عندي هذا الجدار وبدي احسب اليو فاليو له. وما مش مهم، نفترض انه طبقة واحدة، ناخذ سمبل كيس. اليو فاليو هي الاوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت، واذا حدا فيكم ذاكرته كويسة مطلوب الريزيستنس، ممتاز، اليو كانت تساوي واحد على ار ايش؟ ايه توتال 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 ريزيستنس صح؟ بسأل حالي الآن كيف تنتقل الحرارة من الهواء اللي هو جوا الغرفة على درجة حرارة 22، هاي الـ air temperature، لا الـ outside اللي هو على درجة مثلا 0 أو 5 degrees Celsius. كيف تنتقل الحرارة، هذا الـ outside air، كيف تنتقل الحرارة من الهواء الداخلي للهواء الخارجي من خلال الجدار؟ convection. رقم واحد رح يصير هون عندي هواء air وهون عندي solid صح، هذا surface solid. كيف تنتقل حرارة من الغاز من الفلويد للسوليد؟ by convection صح، فمعناته الحرارة رح تنتقل من الهواء هون by convection، وبهمني h inside. h ايش هي يا رند لنسور؟ معانا رند، مش معانا رند، ربع لبيب، مش معانا ربع يا زن، سألنا رند ربع. تفضلي، ايش يعني اتش انسايد؟ اتش اي او اتش ايش يعني تذكري؟ يا دكتور بس اسمها بالضبط مو متذكرة، بس هي مرتبطة بالconviction. المحاضرة الماضية حكيناها واليوم حكيناها. H inside. تفضل. H inside إيش يعني؟ هي convection heat transfer coefficient. ممتاز. convective heat transfer coefficient. بس I إيش معناتها؟ inside. إنه أنا قاعد بحكي على الجزء الداخلي للجدار، بين الهواء الداخلي تبع السبيس وبين الجدار. ماشي. طيب هاي في لها تيبلز، هاي بدي أحط تحتيها خط، أوكي، وهاي لها تيبل. هسا بنروح على الكتاب بنفتح على التيبل بنطلع الفاليو تبعته الـ H inside. داخل الجدار كيف الحرارة بتنتقل؟ كوندكشن. هون عندي high temperature وهون عندي low temperature. طبعا هون بحكي عن التمبرتشر تبعت مين؟ الوول تمبرتشر صح؟ مين اعلى، الوول تمبرتشر ولا الاير تمبرتشر؟ الانسايد وول تمبرتشر ولا الاير تمبرتشر داخل السبيس يا شباب بالشتاء؟
الاير تمبريتشر طبيعي، الاير تمبريتشر ممكن 22، الوول تمبريتشر ممكن يكون 19، وبالتالي بصير عندي انتقال حراره من الاير للوول، مزبوط. الان هون درجه الحراره مثلا 19، وهون درجه الحراره ممكن 5 او 10، وبرضه بده يصير عندي كمان كونفكشن مره ثانيه من الاوتسايد وول تمبريتشر، هاي تي وول اوتسايد لمين؟ لتي اوتسايد للاير تمبريتشر، الاوتسايد اير تمبريتشر. وكيف تنتقل الحراره هون؟ نفس الشيء، اتش بيلزمني اتش اوتسايد في الاريا في تي وول اوتسايد ماينس مين؟ تي اوتسايد. والوول دكتور كي طبعا، ها 100%. خليني اعيدهم وارتبهم شوي مره ثانيه يا شباب. كيف الحراره تنتقل من الهواء الداخلي للانر سيرفيس للوول؟ باي كونفكشن. ايش المعادله الجوفرنينج ايكويشن؟ يساوي Q، ايش يساوي؟ H inside في الاريا في T inside للهواء minus T wall inside. خلال الجدار كيف الحرارة تنتقل؟ Q بتساوي K في T wall inside في T wall inside minus T ناقص T wall outside تقسيم الثيكنس. على الجريدينت، على اكس، على الجريدينت اللي عندي على اكس. واخر شيء عندي اللي هي كيو، اللي هي من الاوتر سيرفيس للاوتسايد، ايش تساوي؟ اتش اوتسايد في ايش يا شباب؟ تي وول اوتسايد ناقص تي وول اوتسايد. بس اضبط الخط لانه بلشت الامور. T wall outside then H outside في area في T wall outside minus T outside هاي اللي هي الـ air. طب إيش العلاقة بين Q الأولى، هاي نسميها Q1 وQ2 وQ3، هل في بينهم علاقة يا محمد قاحوش أو محمد أبو نحلة؟ الريزيستنس دكتور في علاقة بين Q1 وQ2 وQ3 ولا مجموعة متساويات دكتور؟ مين أكبر واحدة فيهم؟ متساويات نفس التيار، قانون القانون مجموعهم، مجموعهم ولا Q1 أكبر ولا Q2 أكبر ولا Q3 أكبر؟ مفروض كلهم نفس الإشي. تذكر شباب تذكر يا شباب لما كنا نيجي نرسمها زي إلكتريك سيركت، هاي T inside وبعدين في عندي resistance وهاي عندي T wall inside، بعدين في عندي resistance وهاي هون عندي T wall outside، بعدين في عندي last resistance وهون عندي T outside. زي كانها resistance، thermal resistance أو electrical resistance، في analogy بينهم. وهنا كنت أرسم الheat transfer زي كان قاعد برسم الكرنت، الكرنت اللي ماشي بالresistance الأولى إيش ماله؟ نفس الماشي بالثانية، نفس الماشي بالثالثة. هاي عندي هنا Q1 وهاي عندي Q2 وهاي Q3، وهذولا إيش مالهم يا شباب؟ Q1 تساوي Q2 تساوي Q3، نفس الحرارة اللي خسرها الهواء وسطت الجدار، نفسها الحرارة راح تكمل خلال الجدار، نفسها راح توصل تطلع من الأوتسايد سيرفيس للجدار للخارج. بس الكي هون مقسوم مع إيش؟ على إكس، على الثيكنس تبعت الول أو إل إذا بتسميها، إذا زي ما نقول. دكتور بدناش نأخذ اعتبار الراديشن للخارج؟ الراديشن للخارج قيمته كثير نيجليجبل. من الشبابيك راح ناخذه بعين الاعتبار، بس من الوولز يعني نيجليجبل قيمته.
تمام. بس كمان شغله هسه صح انه نحكي على الكونفكشن في الجوة وبرا ناتشورال كونفكشن بما انه ما في فان او شيء 100%. نعم هو ناتشورال كونفكشن والفاليوز تبعت اتش انسايد واتش اوتسايد في لهم تيبلز موجوده بالكتاب. الفاليوز تبعت كي حسب نوع الماتيريال برضو لها تيبل بالكتاب. صفة إيش بدي أعرف؟ T inside اللي أنا صممت المبنى تبعي على أساسها و T outside اللي الـ weather conditions في المكان اللي بدي أعمل ديزاين تبعي موجودة فيه. طيب إذا إجيت أنا ما بدي أدرس التفاصيل هاي وأنا ما بعرف الـ inside wall temperature ولا الـ outside wall temperature، بعرف فقط الـ inside air temperature والـ outside air temperature، إيش بقدر أجي أعمل يا شباب؟ باجي بحكي Q أجي بحكي Q منطلع اليو منطلع اليو في الاريا في T inside minus T outside. طبعا inside و outside هون بحكي عن مين؟ عن الهواء، عن الـ air temperature، inside air temperature وال outside air temperature. طبعا هون نسيت أحكيها يا شباب، لما رسمنا الـ electric resistances يعني هاي بنسميها R1 مثلا وهاي R2 وهاي R3 تمام. لما يكونوا عندي resistances in series كيف باخذ المجموع تبعهم؟ مقلوب واحد على R زائد واحد على R total. ايش يساوي يا شباب؟ مجمع عادي مجموعهم كلهم مجموع summation ل R from I تساوي واحد ل N ويساوي R1 زائد R2 زائد R3. هذولا كانوا لو كانوا على التوازي يا بشار بحب أعمل زي ما حكيت، لكن بما أنهم على التوالي سيريز معناته أن المقاومة النهائية هي مجموع المقاومات اللي بلاقيها وأنا ماشي الطريق. طب الـ U إيش تساوي حكينا؟ مقلوب الريزيستنس مقلوب واحد على R total. أوكي تمام لحد هون تمام. تمام. سؤال يا شباب. الآن بدنا نروح على التابلز عشان نطلع الفاليوز تبعت R inside و R outside وال K. خليني ما بعرف الكتاب قدرتوا تأمنون يا شباب ولا لا؟ أنا جبته موجود بالبوكشوب موجود بالبوكشوب. البوكشوب فتحوه ولا لسه مفتوح؟ مفتوح هذا دكتور. حاولوا شباب من البوكشوب من زملائكم اللي أخذوا المادة سابقا عن الكتاب، أنا رحكيكو يعني ضروري فيما لو ما قدرت. سؤال دكتور، يعني هسه اليو بتختلف من جدار لجدار ولا احنا يعني هدفنا انه نثبت اليو باي جدار بحيث انها تكون تختلف؟ طبعا من اي جدار لجدار بتختلف اليو فاليو. احنا الهدف انه نحسبها، اذا كان الجدار معطى لنا نحسبها، اذا ما كان الجدار معطى منا مطلوب منا ان نصمم جدار يحقق لنا يو فاليو، بنحدد قديش الثيكنس تبعت الانسوليشن اللي بتحقق لي هاي اليو فاليو. بس أنا رح نعمل عليها example. طيب شباب في عندي إذن الريزيستنس تبعت الكوندكشن تساوي X، واضحة مع كل الإكويشن؟ الريزيستنس تبعت الكوندكشن تساوي X على K، X اللي هي الثيكنس تبعت الوول أو تبعت اللاير من الوول اللي بدي أدرسها، وكي اللي هي إيش؟ قاسم على الأريا هو دكتور، هو مش ماخذ الأريا بعين الاعتبار، مش ماخذ الأريا بعين الاعتبار، ماخذ لمتر مربع وقاسم على واحد 100%. يس عندي T1 على T2 حسبت Q dot على الاريا وهاي عندي resistance تبعت الكوندكشن. بالمنطق يا شباب
الريزيستنس بحكي لي تساوي اكس على كي. ايش يعني اكس على كي؟ الريزيستنس، الريزيستنس كل ما زادت بيكون مرور التيار الحراره داخل هذا الجدار اصعب. طيب متى بتكون مرور الحراره داخل الجدار اكبر؟ اكبر لما زاد الطول، الثيكنس تبعت الجدار اكبر. كل ما كانت الثيكنس تبعت الجدار اكبر معناته مقاومته لمرور التيار الحراري اكبر. تمام، معناته في علاقه بين الريزيستنس تبعت الكوندكشن مع الثيكنس تبعت الول. عشان هيك المباني القديمه اللي الثيكنس فيها كبيره كانت يعني تحقق لي ثيرمال كومفورت احسن من المباني اللي فيها الثيكنس قليله. لكن تخيل انت الجدار عندك سميك لكنه من ميتال، من كبر او سيلفر، اللي هي الكوندكتيفيتي تبعتها عاليه. فايش علاقه الريزيستنس مع الكوندكتيفيتي؟ عكسية. كل ما زادت الكوندكتيفيتي الريزيستنس بتقل، كل ما قلت الكوندكتيفيتي الريزيستنس بتزيد. فببساطة العلاقة ايش تحكي لي؟ اوكي، R conduction يساوي X على K. هاي اللي هي ايش؟ thickness، وهاي الكوندكتيفيتي. وقبل ما اجي احسب الريزيستنس هاي يا شباب بدي اتاكد انه اليونت اللي معطيني اياها بالثيكنس هي نفس اليونت اللي معطيني اياها بالكوندكتيفيتي بالتيبلز. يعني اذا اليونت اللي مستخدمها بالكوندكتيفيتي هي بير متر ما بصير احط هنا بالسنتيمتر. هاي بدي اتاكد منها، خليني اعمل عليها اكزامبل سريع. هاي النقطه هسه نعمل لها اكزامبل. النقطة الثانية اللي هي مهمة إن مرة ثانية بدي أحاول أكد عليها، المثال اللي أخذناه هون يا شباب هو layer واحدة، يعني بالتالي material واحدة، thickness واحدة. طب لو أنا كان عندي زي السؤال اللي هون، زي الحالة هاي، إنه عندي different layers وكل واحدة لها thickness مختلفة وconductivity مختلفة، بدي أحسب R conduction للجدار هذا، إيش باجي بعمل؟ باجي بحكي هاي عندي جدار، اوكي يعني 3-4 layers. هاي عندي layer الأولى وهاي عندي layer الثانية وهاي layer الثالثة. تمام، باجي بدي احسب الـ R conduction لهذا الجدار اللي عندي. يساوي ايش؟ هنا R1 R2 و R3. فباجي بحكي نفس الاشي summation لـ resistance. طب الـ resistance ايش تساوي حكينا؟ X على K. معناته ايش يساوي summation لـ X على K لكل layer موجودة عندي بالجدار. لللاير الأولى الريزيستنس تبعتها زائد الريزيستنس تبعت اللاير الثانية زائد الريزيستنس لللاير الثالثة الكوندكشن ريزيستنس تبعته. ناخذ قيم ونشوف كم الفاليوز هاي حتى يصير عندنا إدراك لأهمية الإنسوليشن، هل هو مهم ولا لا. بدي تتفرجوا على التابل تبع الثيرمال ريزيستنس، ثيرمال كوندكتيفيتي اوف سم كونستراكشن ماتيريال، تابل 5.1 اللي معهم الكتاب. طيب وانا بيعطيني بيلدينج ستون، بيعطيني الدنسيتي تبعته، بيعطيني الثيرمال كوندكتيفيتي تبعته. مبين معاكم يا شباب التابل؟ نعم مبين. بيعطيني الماربل الثيرمال كوندكتيفيتي تبعته 2.9، بيعطيني الفيرم ستون او هارد ستون زي الحجر اللي بنستخدمه عندنا بالمباني بالاردن 2.2 ل 1.7، بيجي بيحكي لي عن الجرانيت مثلا 3.5، بيجي بيحكي لي عن البيلدينج بريك اللي هي الطوب، بيجي بيحكي لي عن مثلا سيمنت بريك
طوب اسمنتي with air gap مع فراغات هوائية الطوب المفرغ. بيحكي لي على thermal conductivity له واحد. نيجي على كونكريت. الكونكريت اللي هو مستخدم بالمباني وانا قاعد بحكي لي على الفوم كونكريت. الفوم كونكريت يا شباب بيستخدموه بالعاده لمده الميلان صبت الميلان اللي هي على الاسطح بهم يكون شويه الدنسيتي تبعتها قليل عشان ما تعملش حمل على المبنى. صبت الميلان وظيفتها تسمح ب سموث رين ووتر درينج، يعني انه مياه الامطار انها ما تتراكم على السطح، لا انها تنزل بسلوب معين نحو الرين ووتر درين مزاريب مياه الامطار. في عندنا اللايت كونكريت، يعني هون بحكي لي عن كونكريت حسب الدنسيتي تبعته، وهون بحكي لي على الكوندكتيفيتي تبعته. الكونكريت راح يمر معنا احنا، اذا معناته عندنا ناخذهم ماده ماده. شو رايكم يا شباب؟ يعني كل مادة نسجل البيانات تبعتها. خلينا ناخذ الفيرمستون. وهون ناخذ القيمة تبعته الكوندكتيفيتي 1.7. نيجي ناخذ اللي هو ال الكونكريت regular and reinforced concrete، ناخذ اللي هي density 2000 كيلوغرام لكل كيوبيك متر والكوندكتيفيتي تبعتها 1.2. مرة ثانية نعمل select للكونكريت ننقلها هون. بل عندي ايش كمان لايرز موجوده بالجدار يا شباب؟ انسوليشن. انسوليشن عندي تايل تايلز اي غلط تايلز اللي هو البلاط. سيمنت بلاستر اللي قصاره برضه ناخذها، مع ان الثيكنس تبعتها قليله، وبالتالي الريزيستنس ايش هي؟ اكس على كي. لما اكس الريزيستنس تكون كثير قليله شو راح يصير اسف لما الثيكنس تكون كثير قليله شو راح يصير بالريزيستنس؟ راح تصير قليلة، بالتالي نيجليجبل تأثيرها على اليو فاليو راح يكون قليل. بس خلينا ناخذها سمنت بلاستر 1.2. وفي عندي ايش طايل الهولو بريكس، خلينا ناخذها كمان. البريكس حكينا عنها هنا كانت سيمنت بريك with air gap. اوكي وهاي كانت واحد. طيب بدي احسبه بدون انسوليشن، بدي احسب كل الحسبة تبعتي بدون انسوليشن، كم الريزيستنس اللي قاعد انا بحصلها هون؟ R conduction يساوي summation ل x على k. طيب قبل ما اجي احط x و k الفاليوز اللي عندي هون بدي اتاكد من اليونتس. هاي اليونت تبعت ال k ايش هي؟ watt per meter per celsius. هاي خلينا اكتب عليها هنا K، وايش اللي انا تبعتها؟ وات دكتور عندي نفس القيم بس بير كلفن، نفس الشيء نفس الشيء اتفقنا عليها لانها هي بتحكي عن temperature difference فما راح تفرق. هاي طيب معناته انا الثيكنس اللي بدي ادخلها هنا بدل X لازم تكون بايش اللي انا تبعتها؟ بالمتر. تمام طيب إذا سمحتوا تنقلونا يا شباب الأرقام تبعتنا، معناته بدي أبلش أوكي ويساوي هذا الكلام. هذا الكلام يساوي
بدي أبلش بأول لاير من برا، خلينا نبلش من برا لجوا أو من جوا لبرا. بدي أبلش أول حالة without insulation يساوي summation لإيش؟ بدي أبلش بالفيرم ستون. قديش الثيكنس تبعت الفيرم ستون؟ 3 لـ 7 سنتيمتر. نفرضه 5 سنتيمتر مثلا، بدي أكتبها 0.05. حولتها لإيش؟ متر. حولتها لمتر لأنه الثيرمال كوندكتيفيتي معطيني إياها وات لكل متر سلسيوس. طيب الفيرم ستون كم الكوندكتيفيتي تبعته؟ 1.7. زائد بعد الحجر إيش إيش بيجي عندي؟ كونكريت. كونكريت كم الثيكنس؟ 10 لـ 15 سنتيمتر. على 1.2. هاي 1.2 من وين جبناها يا شباب؟ هاي نجيبها هون. هاي 1.7 جبناها هون. وإيش كمان؟ الطوب. الطوب. أوكي. كم thickness؟ 10 سنتيمتر. على الكوندكتيفيتي تبعته 1.2. مره ثانيه ال 1.2 هاي نجيبها 1 دكتور 1 اسف هاي تمام. زائد ضل البلاستر. البلاستر قديش لك صارت بتكون الثيكنس تبعها؟ 3 سنتيمتر. كيف نكتبها؟ 0.3 صح؟ لا 0.03. إذا خربطت هيك خربطة بسيطة وحطيتها 0.3 صفت 30 سنتي كسارة. على كم هنا يا شباب؟ 1.2 بطلع 0.279. أنت ممتاز. 0.2794. ماشي. هاي الـ R conduction. لحد هنا كويس. بدي تحملوني، بدي أكمل هالشغلة على السريع. بدي أجيب R inside و R outside لهم table بالكتاب. إذن 5-1 بحكي لي عن الماتيريالز والكوندكتيفيتي تبعتها والإنسوليشن ماتيريالز. هسا رح نرجع لهم أو بدنا نعطيكم إياها كتاسك. والله الشباب سجلوها عندكم، ما رح أحلها أنا هون. الإنسوليشن ماتيريال البوليسترين بوردز، الواح البوليسترين اللي هي باللون الأزرق. الثيرمال كوندكتيفيتي تبعت الماتيريالز اللي قبل شوي كانت 1.2 1.7. بالنسبة للإنسوليشن ماتيريال قديش الكوندكتيفيتي؟ 0.03. في ماتيريال زي البوليوريثين اليوم رحنا زرنا المشروع 0.02. في فرق هائل بالقيم. شو اللي قاعد بيختلف عندي؟ بتذكر انه R تساوي X على K. طب اذا K كثير قليلة R شو رح يصير فيها؟ كثير كثير كثير. لكن انا هذا الجدار قاعد بحسبه بدون insulation وبدي احسب كم الفاليو تبعته. الان ايش اللي ناقص عندي؟ R inside و R outside. هذول موجودين بتيبل 5-2 وتيبل 5-3. تيبل 5-2 بحكي لي inside film resistance، يعني واحد على HI اللي هي RI. بحكي لي إذا عندك وول ولا سيلينج. إحنا عندنا وول. هل عندي ميتال ولا construction material؟ عندي construction material. R inside 0.12 table 5-2. بحكي لي عندك وول ولا سيلينج؟ عندي وول. لما يكون عندي وول معناته vertical. كيف الheat direction؟ دكتور هدول ايش الكونفكشن ريزيستنس يعني؟ هدول الكونفكشن ريزيستنس يس ار انسايد، يعني واحد على اتش انسايد. وكانوا كونتاكت ريزيستنس ولا كيف؟ هاي واحد على اتش مقلوب الكونفكتيف. مقلوب الان بيسالني هو وول معناته هو ايش؟ فيرتيكال. معناته الهيت دايركشن كيف؟ هوريزونتال صح؟ هاي هوريزونتال. الآن بسألك هل الجدار هذا جدار مبني من construction material طوب وحجر وكذا، ولا هو زي الهناجر الصناعية ساندويش بانل معدني؟ لا، أنا الحالة اللي عندي construction material. كم الresistance؟ 0.12 تمام؟
باجي هون يعني هاي البوينت 1 2 للجدار الكلي. لا هاي بس بحكي لك ايش هون، مش انا هون في عندي كونفكشن يا شباب هون على الانر سيرفيس، وهنا على الاوتر سيرفيس، هون في عندي اتش انسايد وهون في عندي اتش اوتسايد صح؟ نعم. واحد على اتش انسايد مسمي ليها ار انسايد. اه تمام. واحد على اتش اوتسايد مسمي ليها ار اوتسايد. الريزيستنس، الفيلم ريزيستنس، ايش الفيلم ريزيستنس؟ الطبقه الرقيقه اللي على الجدار، طبقه الهواء الرقيقه على الجدار، كم الريزيستنس لانتقال الحراره خلالها؟ هاي هي ار انسايد. R inside حكى لي إذا أنا عندي wall هو vertical بالتالي heat direction horizontal، إذا كان هذا ال wall من construction material ف R inside point 1 2. مش واضحة؟ وضحت دكتور شكرا. وضحت عندك، بس إذا واحد مش واضحة عنده معناته في 10 مش واضحة عندهم مستحيين. دكتور واضحة واضحة، هاي كمان اثنين واضحة، ضايل 37 واحد مش واضحة عندهم. واضحة 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 مش واضحة عندي. مش واضحة عندك بالضبط ايش اللي مش واضح. خلينا نمشي خطوة بخطوة. انتقال الحرارة من الداخل للخارج، حكينا من الهواء الداخلي للطبقة الداخلية من الجدار تعتمد على الكونفكشن، تعتمد على الفاليو اتش انسايد، الكونفكتيف هيت ترانسفير كوفيشنت. هاي لحد هون كانت واضحة ولا كمان هاي مش واضحة؟ لا واضحة واضحة دكتور. تمام، وتماما مثلها على الـ outside surface. هون هون في عندي H out. تمام. مقلوب الـ H inside والـ H outside اسمه R inside و R outside فقط. الريزيستنس بدل ما هي كونفكتيف هيت ترانسفير كوفيشنت، بدل ما هو كونفكشن كوفيشنت نحكي عن ريزيستنس، نحكي المقلوب تبعه. كل ما كان الكونفكشن اعلى معناته الريزيستنس اقل والعكس بالعكس. تمام. طيب اللي بيقول على ستاندرد ايش هي السؤال؟ يسأل تيبل مثلا 5 2 و 5 3 نعم. دول على ستاندرد معين ولا كيف؟ 100% 100% يس. الآن H outside بس أروح على التابل 5-3 راح يحكي لي نفس السؤال. أنت عندك wall ولا ceiling؟ بحكي له عندي wall. بحكي لي عندك metal ولا عندك construction material؟ بحكي له عندي construction material. ما بيعطيني قيمة واحدة، بيعطيني أكثر من قيمة ل H outside. ليش ممكن يعطيني أكثر من قيمة ل H outside؟ حسب درجة الحرارة برا، حسب الفلو. ايش المقصود بالفلو بهاي الحالة؟ سرعة الهواء اللي برا. ممتاز، حسب سرعة الرياح اللي برا. فهنا في عندي التابل 5-3 بحكي لي outside film resistance، بحكي لي الإليمنت هل هو wall ولا ceiling، بحكي له wall، بحكي له أنا الماتيريال عندي construction material، بحكي له كم من resistance، بحكي لي استنى شوي، هل سرعة الرياح عندك أقل من نص متر بالثانية ولا بين نص متر لخمس متر بالثانية، ولا عندك منطقة فيها سرعة الرياح عالية وبالتالي سرعة الرياح أعلى من خمس متر بالثانية؟ بدي أختار بناء على المنطقة اللي قاعد بعمل الديزاين فيها. طب إذا زادت سرعة الرياح معناته الكونفكتيف هيت ترانسفير كوفيشنت H outside راح تزيد، والمقلوب تبعها اللي هي الـ R outside شو راح تصير فيها؟ قد يتقل. معناته زي ما انتم شايفين يا شباب كل ما قاعد بتزيد سرعه الرياح الريزيستنس قاعده من 0.08 ل 0.06 ل 0.03 قاعده بتقل. تمام. عمان اذا بنشوف التابلز بحكي لي انه سرعه الرياح بين 0.5 ل 5 متر بير سكند، وبالتالي الريزيستنس عندي 0.06 الاوتسايد ريزيستنس. مرة ثانية الـ outside film resistance R outside هي مقلوب H outside اللي هو مقلوب الـ convective heat transfer coefficient. أنا قاعد بشتغل على wall مش على ceiling، بشتغل على wall مكون من construction materials
وسرعة الرياح هي العامل اللي بيحدد. كل ما زادت سرعة الرياح بتزيد H وبتقل الريزيستنس. أنا عندي في عمان سرعة الرياح تقريبا حوالين 2 متر بير سكند، وبالتالي الفاليو تبعت الريزيستنس 0.06. جيت أخذت هاي الفاليو هنا وقربنا نخلص الإكزامبل تماما. R outside يا شباب نساوي 0.06. إذا أنا حسبت R conduction و R inside و R outside. طب R total إيش تساوي؟ طبعا إحنا هذا الرقم 0.2794 بناء على الحسبة تبعت زميلكو. بالعادة إحنا لما كنا نعطي المحاضرة in class يكون في 3-4. دكتور حسبتها برضه نفس الرقم. وأنا نفس الرقم دكتور. طيب ممتاز ممتاز ما شاء الله عنكم. الآن بدنا نحسب R total إيش يساوي يا شباب؟ R inside زائد R conduction زائد مين؟ R outside ويساوي 0.12 زائد 0.2794 زائد 0.06 ويساوي كم؟ 0.4594. ممتاز. ويساوي 0.4594. طيب آخر إشي ال U إيش يساوي؟ U تساوي مقلوبة. U تساوي 1 على R total ويساوي 1 على 0.4594 ويساوي كم؟ 2. قديش؟ 1.7. والأهم من 2.17 إيش اليونت يا شباب؟ وات لكل متر تربيع كلفن. وات لكل متر تربيع كلفن. هذا الجدار بدون أي إنسوليشن اليو فاليو تبعته 2. المسموح عندي بالكود ربع هاي القيمة. يعني هذا الجدار قاعد بنقل لي حرارة 4 أضعاف الجدار المسموح لي إني أبنيه بالأردن إذا ما حطيتش إنسوليشن. لحد هون في سؤال دكتور؟ زي حيط الجامعة اللي حكيت عنه تقريبا 2 point. كيف سامحينه؟ هذا قبل ما تنحط الكودات تبعت العزل الحراري. تبعت العزل الحراري 2009 انعملت. تمام. ولازلنا بنعاني انه فيش شيء اسمه low enforcement. enforcement اللي هو آلية لتطبيق هاي الديزاينز على الواقع. يعني هون المشكلة ليس في الكود بحد ذاته، المشكلة في الimplementation تبعه. آخر شغلة يا شباب بدي إياها منكم تاسك لبكرة، إنه أنا بدي هذا الجدار زي ما هو نفس اللايرز نفس الحسبة. يعني تاسك ممكن يأخذ معكم 5 دقائق. بدي هذا الجدار دكتور حسبتها إيش هي؟ حسبتها مع insulation تطلع 0.471 أقل من المعتمد اللي حكينا عنه. طيب بدنا انت بما انك حسبتها انت معلم كبير، بس بدنا التاسك على الكل. الله يعطيك العافية. بدنا تاسك على الكل يحسبوا لنا شغلة مختلفة. الله يعافيك. بدنا ايش منهم الشباب؟ بدنا يحددوا لنا كم الثيكنس، كم اكس هاي تبعت الانسوليشن التي تؤدي انه اليو فاليو تنزل من 2.17 ل 0.56. نفس طبقات الوول اللي قبل. الجدار السابق تماما كما هو، بدي اضيف عليه سنتي 2 3 4 10 سنتي من الانسوليشن. البوليسترين اللي هو الكوندكتيفيتي تبعته 0.03. تمام. كم الثيكنس تبعت الانسوليشن اللازمه حتى اني احقق ال 0.56 وات لكل متر سكوير كلفن؟ على حسب الدكتور بوليسترين بورد صح؟ على البوليسترين بورد يس. وشكرا لتفاعلكم ما شاء الله عنكم اليوم، لكن التفاعل انا شايفه من حوالي 10. بدنا الغالبيه اللي ايش سموهم يا شباب؟ غالبيه الوفد.
الغالبية العظمى، لا الغالبية الصامتة ولا إيش بسموها الناس اللي سم، هي لهم مصطلح إنه يكون في interaction، يكونوا متابعين المادة، أي سؤال مش واضح يسألوا، لأنه المادة تراكمية. يعني اليوم رجعنا لأساسيات الهيت ترانسفير، ويمكن الطريقة اللي قاعدين نشرح فيها أسهل بكثير من الأمثلة اللي كنتوا تأخذوها، لأنه هنا قاعدين نأخذ application واحد، implementation واحد. عندي resistance داخلي وresistance خارجي وresistance من conduction، بدي أخذ مجموعهم بحيث أحسب total resistance، أحسب U value لهالجدار هذا مناسب ولا مش مناسب هذا الجدار. بعد ما أحسب U value بحسب قديش الحرارة اللي بفقدها من هاي الواجهة، وبحسب قديش قدرة التدفئة اللي بتلزمني عشان أعوض thermal losses. دكتور تقدر تعمل zoom out عشان نأخذ screen shot عشان نحل السؤال؟ طبعا انا المايكروسوفت وايت بورد. دكتور بس بدنا زوم على اسماء المواد بس عشان ناخذهم من الجد. خليني امشي هون على اسماء اللي اخترناهم هون. صح خلي معاك، وهاي كمان اللي هي الكالكوليشن تبعت الماتيريال بدون انسوليشن. واضحين هيك يا شباب؟ دكتور ممكن تنزل من الكتاب بالياخ؟ للأسف لا، في عليه حقوق طبع، وهو ليس كتاب يعني انترناشنال، هو كتاب من 2000 دكاترة درسونا، فيعني بالفاينل اكزام راح يلزمك بعد التخرج اذا اشتغلت على الموضوع هذا راح يلزمك الكتاب. أنا بنصحك إنه تأمنوا بالطريقة المناسبة. لو البوك شوب ما مش فاتح أو يعني فيش آلية إنه يوصلكم، كان استأذننا من المؤلفين تبعونه بحيث نعمل أجزاء منه public، لكن الكتاب مش موجود صفحتي إلا يعني نحكي عند الأوثرز وعطوني إياه مع ضمان عدم نشره بصراحة، وإلا يعني أنا بخبيش إشي عكس. تمام يا شباب. دكتور نعمل ريكورد للمحاضرة؟ نعمل ريكورد نعم. والله يعطيكم ألف عافية، ونراكم غدا إن شاء الله. ويعطيك العافية دكتور.